فما نظر الراؤون مثل جماله فما نظر الراؤون مثل جماله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمي سعيد سميحي، منشد ومقرئ من الدار البيضاء. نبارك لكم هذا الشهر الكريم، ونحمد الله تعالى أن رجعت هاد الأجواء إن شاء الله، صلاة التراويح وأجواء الربانية. وبالنسبة لي حزت على مسابقات كثيرة وطنية، وشاركت في مهرجانات دولية، والحمد لله داكشي جاء صدفة، صدفة جميلة سبحان الله العظيم. كنت صغيرا وسبحان الله العظيم داني الوالد ديالي يعني الكتاب، يعني مسجد نحفظ فيه القرآن الكريم، وتما بدأت البداية. وكنت تعرفت على واحد سيد يعني كيمشي لهادشي ديال المناسبات، ولا كيديني معاه، وبديت كنعرف بان راه كاين مجال ديال الامداح. في الاول كنت كنقرا غير القران، وفي التالي تعرفت على منشدين، وعرفت شنو هما الامداح، وعرفت الانشاد حق المعرفه. تقريبا حوالي 5 سنوات 6 سنوات. بصراحه انا اللي جاتني الفكره، كنت في الاول يعني كنمشي غير مع المنشدين، يعني كيكونوا مثلا عندهم مناسبات ديالهم كيعيطوا ليا، كنمشي معاهم المناسبات ديالهم، وتعلمت منهم الكثير بصراحه. ومن بعد طاحت لي فكره بانني خصني ندير مجموعه ديالي، ونولي نتراس هذه المجموعه هذه باش حتى انا نوصل واحد الهدف اللي كنطمح ليه. نعم اكيد كاين اقبال كبير على هادشي ديال الامداح النبويه، لان هذا الامداح سبحان الله العظيم يعني امداح روحانيه، يعني كتغذي الروح، والناس كيحبوا هذا الشيء، وبزاف ديال الشباب سبحان الله العظيم تعطاو لهذا الشيء ديال الامداح والاناشيد. المناسبات اللي كنشتغلوا فيهم بحال مثلا صدقه، حج، عمره، بزاف ديال المناسبات، يعني اي مناسبه. نعم دابا نقدم لكم شيء من القران الكريم، يعني بحلول شهر رمضان الكريم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة
عدت ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الله يبارك فيك يا سيدي إبراهيم، الله يحفظك، بارك الله فيك. فما نظر الرؤون مثل جماله، فما نظر الرؤون مثل جماله ولا سمعت أذن كذكر محمد ولا وطئت أرض بمثل نعاله ولا وطئت أرض بمثل نعاله ولا وضعت أنثى كشبه محمد. كلمة أخيرة، يعني نتمنى لجميع المغاربة رمضان كريم، وصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله يدخل لي بالصحة والسلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يرزقه الشفاء العاجل إن شاء الله بحول. نتمنى أن المغاربة أنهم يجتهدوا في هذا الشهر رمضان، لأنه شهر العبادة وشهر الصيام. وشكرا.